فقال لا يوجد عندي نسخة من هذا الكتاب. لم يقف رحيل فائق بطي عند يوم وفاته فحسب، فاليوم أقامت دار الثقافة والنشر الكردية احتفاء تأبينيا بذكرى رحيله وما تركه من علوم ومعرفة في مجال الصحافة، حيث أحدثت واقعة وفاته صدمة كبيرة بين رفاقه الذين توقفت عندهم الكلمات عن وصفه، وعائلته الذين تعذروا عن التصريح مكتفين بالحزن فقط. فائق بطي يستحق لذاته أن يحتفى به وتخلد ذكراه، فضلا عن أنه منجزاته وآثاره الكتابية هي تستحق مثل هذا. كان فائق بطي يستحق هذا الاحتفال ويستحق احتفالا أكبر به. أعد نفسي تلميذا لفائق بطي، وأفتخر أيضا كوني عملت معه لعدة سنوات في سبعينات القرن الماضي وتعلمت منه الكثير، سواء كان في مجال التحرير أو في مجال الإخراج الفني. هذا الحفل التأبيني الذي أقيم لعميد الصحافة تناول حياته ومسيرته الصحفية ومؤلفاته العديدة، منها الصحافة الكردية والسريانية والعربية وغيرها من المؤلفات، والتي وصلت إلى 18 كتابا صحفيا. لأنه سار مع والده من البيت إلى المطبعة، ومن المطبعة إلى المطبوع، ومن المطبوع إلى التوزيع. فائق بطي الذي أصدر أول كتاب له بعنوان أبي، وهو عن والده الصحفي الكبير رفاعي البطي أحد أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث. أصدر فائق بطي هذا الكتاب بعد وفاة أبيه سنة 1956، وتوالت فيما بعد المؤلفات العديدة للدكتور فائق بطي، وكان آخرها الموسوعة الصحفية السريانية أو موسوعة الصحافة السريانية في العراق. 81 عاما من عمر الراحل فائق بطي لم تنتهي عند رحيله بحسب معاصريه، وإنما ستكون حلقة وصل وامتدادا للصحافة من أعالي جبال كردستان وانتهاء بمحافظة البصرة. برحيل فائق بطي ترك خلفه إرثا كبيرا من علم الصحافة لتنتفع منه الأجيال القادمة. إبراهيم المحمود، قناة المدى، بغداد.